الدولة الدولة الإلهي إنك أنت تفكيك الدولة العميقة معناه إنك تطلع الشجرة دي من جذورها كويس؟ دي كده معناه أنت فكت الدولة العميقة مش الناس اللي كانوا ماسكين الإدارات المختلفة الكلام ده. لكن أنا العمق الدائري اتكلم فيه ما إنك تطلع الشجرة بس، الشجرة دي ذاتها في تربة في بيئة كانت صالحة لأنه الشجرة دي تقوم كويس؟ يلا التربة دي شنو؟ ده العمق الاجتماعي، ده الوعي بتاع الناس، وعي أنا ووعيك أنت بدرجات مختلفة ساهمنا في إنه النظام ده يكون قاعد، عشان نحن ما نغش نفسنا نقول إنه والله يا أخي نحن كلنا كويسين، حاجاتنا كلها كويسة والكعب كله نرمي به هناك. هم طبعا كعوبيتهم دي ما داير عليها، بتكلمنا فيه كثير وما داير لك كلام ذاته كويس. لكن السؤال الأساسي هم بيك عوبيتهم قعدوا وسطنا قدر دلي، مش لأنه نحن ذاتنا عندنا قواسم مشتركة. ما قواسم مشتركة، بالتخوف وبالأمن وبالتخويف. ده جزء منه، ده جزء منه، جزء منه. قمعونا خوفونا ما كنا بنقدر نفتح خشومنا، لكن جزء منه برضو كان في وعي مشترك بين المجتمع والنظام ده بدرجات متفاوتة. مثلا أحكي لكم قصة، اتخيلوا أي قرية من قرى السودان كويس. القرية الناس ديل اجتمعوا، دائما بيكونوا بيجتمعوا بعد صلاة الجمعة مثلا، بيقولوا والله يا أخي قريتنا دي دائرة مستشفى ولا دائرة تركتر ولا دائرة سهريج ولا دائرة نرمم مثلا مدرستنا. بيكون في شنو؟ بيكون في زول بتاع مؤتمر وطني قاعد في القرية، وهم ناس القرية عارفين إنه لو دايرين يمشوا الولاية ولا المحلية يجيبوا قريشات عشان يعملوا بيها الحاجة دي، هو بيقولوا إنه شنو؟ والله ده زولهم ده بيقدر يمشي يجيب لنا، بيعرف الوالي بيعرف الكده. بيقوم شنو؟ اللجنة اللي بيكونوها بيقوم بيخطوا في رأس اللجنة دي المؤتمر الوطني، لأنه هم عارفين ده مفتاح الدولة. وداك بيمشي يا زول انت كده شنو كبرت وديته الشرعية وديته الهناي عشان انت تستفيد منه، مش بيمشي هناك يقعد معاه وبتاع والله نحن طبعا شغالين ومكتب الجهة مكتب المؤتمر الوطني ومعرف ما شاء الله ما اللغة البياناتهم ديك ها؟ بيقوم يدوه جزء. المشكلة في العقلية دي شنو؟ انه ده بيجيك في شكل تبرع، تبرع مفهوم تبرع ده تاني. أنا النقطة الأساسية الدائرة أقول شو؟ إنه التربة اللي كانت صالحة لقومة الشجرة ديك مشتركين فيها جزء، نحن جزئيا بوعينا المختلف ده بتاع القرية دي مثلا، الوعي ده ذاته يتغير كويس. لأنه لو ما قدرنا نتخيل التغيير مفروض يكون شكله كيف، هنعيد إنتاج الدولة تانية. ممكن بدل المؤتمر الوطني يكون الناس بتاعين الأحزاب ديل قاعدين وقوى الحرية قاعدين، لكن شكل العلاقات يا هو شنو؟ نفس الناس ديل اجتمعوا والله قالوا الزون ده كان ثوري وبيعرف الناس ديل، يلا نرسله يجيب لنا تبرع. نحن هسي كده مش عملنا إنتاج الدولة العميقة ذاتها بس عشان غيرنا بدل ما من حميدة جبنا لنا زول تاني معناه غيرنا السودان؟ لا، التغيير يكون جذري، انه مفهوم التبرع ده ذاته تاني. ما زول يجي يقول لك تبرعت طوال تطرده، مش تقول له الله اكبر وتجي تطبح له ضبايح وتخده في صالون الكبير وتكبر له وتكسر التلج وبتاع. لا لا لا، انت تكون مرتبط بالدولة بانه عندك حقوق، ده حقك مفروض يجي بالمؤسسات الرسمية، من الولاية تجي المحلية، من المحلية تجي الوحدة، من الوحدة يكون المدرسة دي مستهدفة بالصيانة، حقكم. ما محتاج تكبر لك لزور راسه ولا تقدمه ولا كده. يلا العقلية دي نحن كلنا كنا مشتركين فيها، دي الأرضية ساهمت في انه الجذور بتاعت المؤتمر الوطني ولا النظام الفاتي يتعمق، مش فنحن نغير الوعي ده مش. فلكن لو لسه هسي مش حمتي يبدا يدي تبرعات، ومثلا امبارح زار في الناس المصابين اداهم ما اعرف شنو، ده مش بنفس العقليه دي داير يكتسب شرعيه. وسط الجيش مشى اداهم لك شفت زياده مرتبات 100%، يا اخي الكلام ده ما تعمله انت، الكلام ده يتناقش في البرلمان بوزير الماليه بطريقه مؤسسيه انه هل بيستاهلوا الجيش؟ طبعا ما بنرفض له الزياده وبيستاهلوا، كانوا مظلومين. يتوسع للجديد ده مفروض يكون عامل كيف؟
وفركه الجوهري من القديم شنو ممكن عادي نعيد إنتاج الدولة ديك، ممكن بأسامي تانية بحاجات تانية، ما إلا الكيزان ولا الإسلاميين يجوا هنا عشان نقول والله يا أخي أعيدنا إنتاج الدولة القديمة، لا ممكن يجوا ناس قوة التغيير ذاتهم. مش نحن لو واعين أول ما الله هو أقرب للدولة، مش هو في شكل الدولة القديمة دي كانت في زول لو اتقبض مثلا في تليفونه عنده 10 من الضباط ممكن يضرب لهم، والله في زول لما تقبضه التهميش. التهميش ما كل الناس كانوا مهمشين بنفس الدرجة، في زول بيتكلم عن تهميش انه ما كان في مدارس ولا في يعني مؤسسات صحية في قريته، وفي زول بيتكلم عن تهميش انه قريته دي اتحرقت عن بكرة ابيها. معقول الدرجتين دين من التهميش تكون متساوية؟ معقول في بناء السودان الجديد نبدأ كلهم متساوين؟ لازم نحن نكون عارفين انه السودان يتدمر قدر شنو وين. نتخيل انه بيتنا ده في حتة في عوضة جات الواطة كلها، في عوضة تانية كسروها لحد النص، يلا بنبدأ نوصل دين لما نصل المستوى ده نبدأ نبني، نبدأ كده كده الناس بتكون حاسة متساوية، وما طوالي نستعجل في انه مش الثورة حصلت والحكومة الجديدة جات يلا جيبوا لنا المدارس وجيبوا لنا كده، يا اخي الناس دين ما اشتغلوا بين. لا مفروض يكون في وعي بجد بكل السودان، نكون عارفين انه المدمر كبير قدر شنو. عشان كده بجد نحن يعني التركيز بتاع قوى الحرية والتغيير في انه اول بند يكون آثار الحرب والنازحين يرجعون قراهم وكده، المحاكمات هنا يعني الأولويات دي. الأولويات دي المشكلة وين؟ الأولويات دي لو محتفظين بعقليتنا القديمة بتاعت انه والله نحن غيرنا ونحن طوالي مفروض نكسب، وعقلية الكيكة الدولة دي نتعامل معها كأنه كيكة مش ساهمنا في التغيير يلا ادونا حقنا، ما لا ما هذا الطريقة دي. لا الدولة دي عشان الناس كلها تستمتع بالحقوق والواجبات هتاخد لها فترة، الناس ما يخموكم بانه طوالي بين يوم وليل التغيير ده حيحصل. ده الإحباط اللي ممكن يقابل الناس بانه والله يا اخي انا ما حسيت بالتغيير. لا انت ما حسيت بالتغيير، لكن هل السؤال الأساسي هل ناقشوا البرنامج اللي قاعدين يعملوه بشفافية في التلفزيون انه والله في الفترة الجاية الشغل بتاعنا هيتركز حول نعمل القضايا الثانية هتكون ماشية بصورة هناك، لكن التركيز هيكون حول اعادة توطين النازحين وكده كده. نحن نكون عارفين الدولة بتاعتنا ماشية صح ونصبر عليها، لكن انت ما ممكن تصبر على دولة ماشية في اتجاه غلط. مش اي الاتجاه الغلط ده بنعرفه كيف؟ بتغيير وعينا. ده اول ما قالوا لكم والله ده الثوريين وده اللجان الثورية وده اللجان الثورية، لو استبدلت اللجان بتاعت اللجان القرى والاسمها شنو كانت؟ لجان شعبية، ونفس الدور بتاع اللجان الشعبية ونفس العقلية، هل احنا ما انتجنا السودان القديم؟ يلا ده كده انه نحن نكون عندنا وعي وخيال نقدر نتخيل السودان الجديد ده يكون شكله كيف. جديد قدر شنو؟ ما جديد بتاع تغيير خاص. الزول بالمناسبة الناس اللي بينحتوا ولا الزول اللي بيرسم، في ناس رسامين عملوا حاجات جميلة جدا، مش الجداريات دي. الزول ده قبل ما يرسم بالمناسبة الصورة دي كانت واضحة في ذهنه بس نزلها فيه، لكن لو هو ما كان قادر يتخيل ما كان رسم. مش نحن لو ما قدرنا نتخيل السودان الجديد العلاقات تكون فيها كيف، الحقوق والواجبات تكون كيف، المساواة بين المواطنين تكون كيف، العقليات القديمة الساندت التفرقة العنصرية والتراتبية المواطنة والكده العقليات دي نغيرها بصورة جذرية، لو ما قدرنا نتخيل الحاجات دي بسهولة دي الدولة العميقة في أعمق أعماقها. ولو ما قدرنا نتخيل الدولة الجديدة هنعيد إنتاج الدولة القديمة، لأنه في مخيلتنا ما في حاجة غير إن إحنا عشناها، وده دي حاجة مهمة جدا نشتغل عليها.
حكاية انه النظام كان كعب وبتاع يعني الكلام ده ممكن نذكر به نفسنا ونذكر به يعني ما ننسى كعوبية النظام ونتكلم عنه، لكن نمشي الخطوة لقدام. اها الكعوبية دي اي اها الحاجة الكويسة نعملها كيف وهي شنو، زي الكلام بتاع مثال بتاع جهاز الامن مفروض يشتغل كيف، مش زي الكلام بتاع علاقة القرى بالدولة مش مفروض تكون كيف، ما بالطريقة بتاعت الدغمسة بتاعت تبرعنا وزول بيمثل القرية والقرية كله نحن صوتنا معاك وانت قاعد تجيب لنا معنا ونحن وراك، ده طبعا طوالي شنو بتتعامل بالعقلية بتاعت انه هو مش جاب لنا والله حتى لو سرق نحن يعني هما بياكلوا بيجيب لنا يا اخي، لا لا ليه ياكل يا ما حتى نزاته يا هو ذاته عشان جاب لنا يكون انتو ديوان كبير كده ولا عربات جاية وضيوف وهيلمان، لا لا يا اخي انت مواطن زيي وزيك، مش دي نوع الوعي اللي بيجي من القرية لحد لما يجي الرئاسة ولا الوزير يكون ماشي بعربات كده 20 عربية قدام 20 عربية ورا، مش الدولة دي ما الجذور بتاعتها ما هنا جاية من العقلية دي، مش الزول مثلا لما يكون مسؤول كويس، دي واحدة من الحاجات في تخيلنا. نحن اتكلمنا في المستوى التحت ده شوية، خلونا نتكلم في المستوى الفوق كويس. السلطة دي جاذبة للناس كده ليه بيموتوا فيها كده، ليه يعني بتغريهم كده، ليه دايرين يكنكشوا فيها ليه كويس، ليه؟ لأنه الحاجة اللي بتحصل شنو، دائما قاعد أقول إنه في علاقة عدائية بين الحكومة والدولة. نحن طبعا من شدة ما الناس ديل يعني افتكروا روحهم هم الدولة والدولة هم، انت لو عارضتهم معنا وانت بتعارض الدولة، انت يعني زي وحدوا كده في وعينا ذاته انه الحكومة والدولة حاجة واحدة. يا اخي الحاجة الحكومة والدولة ما حاجة واحدة كويس، شنو الدولة وشنو الحكومة نميز بيناتهم كويس. في ناس لما يقولوا تسقط بذاته بيقولوا تسقط الدولة ذاتها، لا ما تسقط الدولة. الدولة عبارة عن شنو؟ عبارة عن مؤسسات، عبارة عن قوانين بتربط بين المؤسسات، عبارة عن صلاحيات، عبارة عن حاجات قوانين مكتوبة، مؤسسات مرتبطة ببعض بطريقة معينة. دي الهيكل ده، الهيكل ده بيسميه الدولة كويس. الزول الكادر البشري اللي بيجي يملى الهيكل ده عشان يدور الهيكل ده بنسميه حكومة. الهيكل ده بيكون قاعد بعض مرات بطريقة ديمقراطية بنشيل الكادر البشري، والله انت كتر خيرك سكت، قول الهيكل ده مثلا شكل بص، والله كتر خيرك انت وصلتنا من الحتة دي للحتة دي، دايرين سواك تاني مثلا نركب بيسوق برضو مش، لكن النظام بيكون قاعد مش الدولة بتكون قاعدة كويس. القوانين والمؤسسات وعلاقاتها شنو صلاحياته وشنو بتحاسب كيف ومسؤولياته ومسؤول امام منو كده، يعني حاجات دي كلها بتكون محدده قانونا وكده كويس. لكن اللي بيحصل شنو، ودي الحاجه جابت اللخبطه، اللي بيحصل انه الزول لما يجي في المنصب المعين في المكتب المعين لو التزم بقوانين المكتب ما بيلقى فايدة كبيرة، ما بيلقى إلا مرتبه المفروض ياخده نهاية الشهر كويس؟ لا بيقدر يشغل أهله، لا بيقدر يجيب لشركة بتاعت قريبه يقوم يدي الشغل تحت يده عشان يتقسموا العمولة مع بعض، حاجات زي دي كلها ما بتكون فيه. ليه؟ لأنه القوانين بتحدد لك أنت عشان تجيب لك شركة تشتغل لك الحاجة تحت صلاحيتك دي تجيبها كيف؟ ما بتجيبها بهنايك ساي مش؟ فيه بتكون لجنة بيعملوا إعلان إنه نحن دائرين نعمل زلط من الحتة الفلانية للحتة الفلانية، الشركات تتنافس في السعر وفي جودة الخدمة وفي شنو المنافسة دي، كل الشركات بتقدم شنو اقتراحاتها. في لجنة بتكون قاعدة بكل حيادية بيشوفوا أحسن شركة هتقدم أحسن خدمة بأرخص طريقة ممكنة شنو يعني الحكومة بتفاوض وبتعين الشركة اللي حتنجز الشغل. لا ما كان بيحصل، اللي بيحصل شنو؟ انه والله انا والجزيره الشركه اللي حتعمل تنظف الترعه في الجزيره هي ذاتها بتكون شركتي انا ذاتها مش؟ انا ممكن يعني اشيل
اكتر كمية انا دايرة ما انا الوالي يعني ممكن اصدق يعني لي شركتي مش ولا لي شركة ممكن يعملوها باللفة كده شركة ود عمه ولا شركة اصحابه ولا يكون دايما بتسمع انه في زول مسؤول عمل شركة باسم زول تاني شريك كده وبتاع شريك بالدسك مش يلا انت ما بتقدر تعمل استغلال لسلطاتك مش انت محكوم بانك الشركه اللي هتعينها دي اول حاجه في حاجه انه انت شغال في القطاع الخاص ما مفروض تمسك هنا رسمي انت تضارب مصالح ما مفروض تكون في تضارب دائما كانوا بيجي يتبجحوا لنا في التلفزيون انه والله انا تاجر يعني هنا يعني وزير بيقول انه والله انا طبعا العقليه التجاريه يا اخي العقليه التجاريه بتاعت ماذا انت ما انت عفوك من الجمارك عشان كده نجحت في السوق يعني انت ما كان تشتغل زيك وزي الناس التانيين بضرائبك وبنفاياتك كان تثبت لنا بالطريقه دي. انت استغليت سلطاتك يعني شنو بيحصل شنو بيحصل انه بيكسر القوانين عشان يلقى مساحه لنفسه يعين الدايره ويودي ما دايره الزول الضايق وداك يزحه الزول القريب له وداك كده الزول اللي حيغمت له وداك يعينه الزول كده كل ما كسر المسؤول اللي هو الحكومه كل ما كسرت مؤسسات الدوله وقوانين الدوله بيخلق لروحه مساحه كبيره بتاع التصرف وبيغنى اقتصاديا وبيغنى سياسيا وبيكون عنده هيبه كده وسط اهله لانه الناس شغالين او اصحابه وسط مجموعته القريبه منه لانه برضه بياكلهم معاه فيلا ديل بيغنوا له وبيكتروا حوالينه وبيكسروا له التلج والثقافات العجيبه دي مش فهو يلا ده الكلام انه عشان كده السلطه بتكون حلوه بالنسبه لها عشان كده داري كنكش لكن لو الزول ده كان بس ما بيلقى غير هنا وشغال يعني شنو الكلام ده شغال بمرتب وبس وشغال يعني النقطة الدائرة أقولها شنو بالعقلية ديك انت ما بتستفيد ما لم تكسر الدولة مش يعني معناه شنو في علاقة عدائية بين الحكومة والدولة الحكومة وناسها ونظامها وحاجاتها ما بتتمكن إلا على حساب كسير الدولة مش يلا معناه نحن في تخيلنا للدولة الجاية هنكون عارفين إنه جهاز الأمن مثلا معاه مثلا الإعلام معاه في حاجات كثيرة طبعا بتنشط لما تكون في ديمقراطيات متاحة مش أي زول أي نودها لطوال يجيبوا لك في الإعلام يكتبوا لك هنا طوالي يشيلوا التقرير ده ناس الجهاز الأمني ولا مثلا يشتكوا المسؤول الفلاني طوالي يتعاقب طوالي كده معناه شنو ما حنسمح للحكومة الجاية إنها تكسر الدولة عشان تمكن روحها هيكونوا مجرد موظفين ودي حتكون شنو معناه ما حتكون مغرية السلطة مش معناه ما حيكنكشوا فيها معناه دورتهم دي لو جاءت وانتخابات كده معناه ما حيحاولوا يدغمسوا الانتخابات بأي طريقة مش معناه مواردنا ذاتها حتكون قاعدة معناه ما حتكون الحاجات تبددت مثلا يعملوا سد يكون شنو تكاليف الحقيقية يعني التكاليف الشالوع يعني أضعاف 5 أضعاف التكاليف البنو بها يعملوا زلط كيلومتر واحد يكون التكلفة الشالوها كان الزلط ده وصلوا لدارفور مش يعني معناه شنو مواردنا حتكون مراقبة دولتنا حتكون ماشية كويس نظام الإنذار البناو في العربية تكون شغالة كويس يعني نحن أنا كلامي شنو إنه نكون قادرين نتخيل التغيير مفروض يكون يودينا لوين ونقدر يعني لأنه لو ما قدرنا نتخيل الشكل الجديد ده بالطريقة دي بالعقلية المفهومة دي معناه شنو؟ معناه حنكون قلعنا شجرة المؤتمر الوطني وخلينا التربة دي صالحة لنظام شجرة تانية نفس المرارة بتاعتها نفس الزقوم ما قومنا بدل شجرة بتاعت فاكهة نستفيد منها كلنا يعني الوعي العميق تسقط بس في أعمق درجاته بصل وعي المجتمع وقدرته على تخيل الجديد معناه نحن مش قلعنا الشجرة عشان نمنع منعنا إعادة إنتاج الدولة القديمة بأنه الواطن ذات كانت صالحة لقيام دكتاتوريات الواطن كانت صالحة للدكتاتوريات
قيام دغمسة الدولة الأرضية اللي كانت صالحة للعنصرية وللحروبات ولكده، معناه الوطن كلها غيرناها، كانت ناقصة سماد اديناها سماد، كان في حجارة نظفنا، معناه كده هيئنا الوطن لقيام شجرة بتاعت فاكهة بنستفيد منها كلنا بالتساوي وللدولة السودانية الدائرين. يعني ده الكلام الدائرين. فلو في سؤال، لو في مناقشات، لو في حاجة زي الموكب جاي يمشي تصور لنا الموكب من تحصيل السودانيين. الموكب بطالب الحكومة المدنية والكلام بيقول انه جميل وكده. طيب الوصفه اسي يعني الواحد عشان يبدا بنفسه ويبدا باسرته، يعني احنا العلاقات بتاعتنا كلها علاقات مبنيه على القبيله وعلى المصاهره. في بحث عمله الباحث دكتور ابراهيم موسى عن الـ 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 الوسائط او شبكات التواصل الاجتماعي وكيف انها ممكن تورينا من يحكم السودان، إنه والله يا أخي البشير متزوجين من ناس ما أعرف الأسرة دي، والأسرة دي متزوجين من الأسرة دي وإلى آخره. وتلقى مثلا حتى ده اللي يوصم بالخائن ده الفريق طه الحسين ده متزوج من ناس المرغني، وتلقى إنه الترابي متزوج من ناس المهدي والمهدي متزوجين. فبقت في عبارة عن قبيلة جديدة غير معرفة بإنها جعلية ولا شايقية ولا زغاوة ولا كده، في قبيلة عندها مصالح اجتماعية واقتصادية بتعيد في إنتاج نفسها، كل الاقتصاد ملكته لنفسها وكان بتحارب في الدولة، يعني هم ماسكين الحكومة بيحاربوا في الدولة. طيب الكلام ده عشان يحصل شنو الروشيتا، شنو الوصفة الناس ممكن يبدو بها من هنا ده من نفسهم عساس إنه ما نخلي التربة صالحة لإعادة إنتاج دولة الكيزان اللي هي اجتماعيا تقبلناه وتعاملنا معاه لمدة 30 سنة لحد ما رفضنا رفض نهائي. تفضل. سؤال مهم جدا، وبجد دي الحتة والأهم نقطة في السؤال ده، إنه يعني البداية من نفسنا ذاته، مش إنه ما هو زي ما قلنا، يعني في مثل سوداني جميل بيقول لك اسمع كلام اللي بيبكيك ما تسمع كلام اللي بيفرحك واللي بيضحكك، مش يعني اللي بيضحكك واللي بيفرحك ده بيقول لك شنو، والله الكعوبية دي كلها مردومة في النظام ده ونحن نظيفين ونحن والله ما بنستاهل. وطبعا الكلام ده ما غلط شديد، مش الشعب السوداني طيب وكده وبتاع، لكن كمان برضو في حاجات نحن مكناهم فينا بعقليات معينة كانت سايدة بدرجات مختلفة وسطنا. يلا نحن نبدأ نقلع الجذور بتاعت الشجرة ديك من جوانا. كيف الحاجات الاجتماعية بتاع انه يعني في نظام بتاع قبيلة اتكونت او قبيلة جديدة او منظومة اجتماعية تزاوجات مصاهرات وبتاع اتكونت، واحدة من الحاجات الأساسية إنه شكل الدولة اللي كنا قلناها ديك بتكرس للإثنيات والعرقيات والجهويات. كيف؟ إنه الدولة ديك كانت جهاز المحظوظ اللي بيطلع فيه بيسيره ليصالحه، وكان بيسيره ليصالحه بس، وباقي المجتمع كان بيكون متضرر من الطريقة السار بها الجهاز داك بدرجات متفاوتة. أنا دائما قاعد أكرر بدرجات متفاوتة بالمناسبة، تلاحظوا الحتة دي. ما كلنا كنا مهمشين بنفس الدرجة، ما كلنا كنا ما شركة بنفس الدرجة، ما كلنا كنا ما متواطئين بنفس في تواط في درجات مختلفة كانت من التواطؤ. يعني ما الزول اللي كان بيسرق ولا الزول اللي كان بيمشي يضرب في جنوب كردفان ما كان قاعد وسطنا، مش
ممكن يكون اخوي وده عمي، ممكن يكون ضابط كبير. اول ما يجي مثلا كنا بنخد في المخ في هناك بتاعنا ساعدتك وبنخدت له هنا، هل واجهناه مثلا يوم من الايام انت مثلا كده او مثلا في حته؟ يعني المهم الدرجات المتفاوته دي لازم نكون عارفينها، لانه نفس الدرجات المتفاوته دي ذاتها بتتطلب تنازل الناس بدرجات متفاوته عشان تتكون الشكل ده شكل الدوله الجديد بهنا. ما يتنازلوا بس الاسلاميين بس، وما يتنازلوا الحكومه بس، ما لا في ناس كتار قطاعات كانت مستفيده، انت لسه داير تستفيدوا كمنطقه معينه كنت مستفيد، ولا كمجموعه معينه لسه داير تلقى من الدوله الجديده بالطريقه. لا انت ذاتك حتى لو ما كنت كوز، حتى لو ما كنت وزير، انت كنت بتلقى يعني لاقي حقك على الاقل. لو قبضوك كنت عندك 10 من ضباط الامن كنت بتضرب لهم، انت داير تلقى نفس الصلاحيات دي في الدوله الجديده. لا لازم انت ذاتك تسقط، يعني اي زول مننا بيسقط بدرجات مختلفه، مش بيسقط. السقوط شنو؟ انه الناس اللي كانوا مستفيدين بدرجات مختلفه يسقطوا، والناس اللي كانوا مدفونين بدرجات مختلفه نقلعهم نجيبهم كلهم في يعني منطقه متساويه. دي المواطنه. مش يلا الدوله لما تكون ماشيه بالطريقه دي بيحصل شنو؟ بيحصل انه في ناس بتظلموا بدرجات متفاوته. مش يلا لما تتظلم انت، لما ما تلقى حقوقك من الدوله بتكون في رده تجاه المواطنه. الرده دي بتكون شنو؟ بيقولوا اهلك قبل ما تهلك. مش المثل ده لو قلته في المانيا ولا لو قلته في هنا ممكن يضحكوا، لانه مفهوم الاهل ده ذاته ما عنده معنى كبير كده. مش ليه؟ لانه انت كالماني بتلقى حقوقك في لو قاعد في الشمال ولا في الغرب ولا في كده، مش انت ما فارقه معاك انت جاي ميات مجموعه ولا كده. لكن هنا انت حقوقك مدتك ليها الدوله بتقوم تلقاها الامن ما توفر لك بالدولة، بتلقاه وسط مجموعتك. مجموعتك دي ممكن تكون ما بالضرورة تكون قبلية، المنطقة الساكن فيها مثلا دي ممكن تكون مجموعتك مناطقية جهوية، قبيلتك أو إسنيتك ديل بيحموك. عشان كده انت بتستثمر في المجموعة دي أكتر من استثمارك في الدولة السودانية، لأنه الدولة انت ما ضبط منها حاجة. مش الدولة دي أنا قصة حكيت المرة الفاتت لكن هحكيها لأنها قصة صغيرة ومعبرة. قال الدولة يعني في زول يعني تشينو أجيبي كاتب نيجيري قال بيشبه الدولة الدولة ما بعد الاستعمار بالقطية. قال القطية دي كان قاعد فيها المستعمر واللي هو الإنسان الأبيض كان مستفيد بكل خيراته ضله بتاعه، باقي الناس ديل كانوا في الصقيعة في الشمس. قالوا يا أخي اتفقوا عملوا ثورة، يا أخي لا القطية دي حقتنا ونرجعها ونطرد الزول ده، يا أخي نحن أصحاب الحق. مش يلا قاموا اتحدوا وطلعوا. قال المشكلة اللي حصلت، عشان كده هو بيسمي إنه ما في استقلال حقيقي، حصل استغلال جزء مننا. قال بعد ما طلعنا الإنسان الأبيض قال جزء مننا خش في القطية وقال والله القطية دي ضيقة ما بتشيلنا، انتوا باقي الناس ديل يقعدوا برا. فهو دي المشكلة، إذا القطية دي الدولة دي قعدوا فيها ناس استمتعوا بمواردها وهمشوا باقي الناس بدرجات مختلفة، معناه باقي الناس ديل بيقنعوا من خيرا فيها في القطية. القطية دي ذاتها لو اتحرقت ذاتها بعد مرات ممكن يصل درجة من بيسموها الاختراب. اختراب ده ما معناه انك انت سافرت السعودية، لا، اختراب انك انت عايش في الحتة اللي عايش فيها كأنك غريب، لا راجي منها حاجة، لا بيربطك بها حقوق، لا واجبات، لا يعني. تذكروا الصورة اللي كانت منتشرة لما القصر الجمهوري اتحرق وفي ناس كانوا عاملين منها ذاته زي هناك كده زي السجارة، وفي ناس خالطين ذاته أصلا ما كانوا يعني دي درجة الاختراب. مش أنا لو كنت عندي إحساس وما أعرف بمثل إنه الحاجة دي حقتي وكده طوالي بخلي حاجاتي كلها بجي أحاول أطفي وكده. دي الدولة اللي أنت بتنتمي لها وهي بتنتمي لك. مش دي ما خلقناها،
يلا الانتماءات بتبقى وين؟ أنا لو ما قدرت انتمي في المنظومة الكبيرة بقوي انتماءات الثانية، يهو نفس العلاقات الاجتماعية وكده. الزول بيكون حريص على الزيجة اللي بتديه المصلحة، وديل الناس اللي الطبقة اللي سيطرت وكده بيتزاوجوا من بعض وكده، عشان شنو؟ المناصب وامتلاكهم للدولة والحاجات دي تكون محفوظة يعني وسطهم وكده. عشان كده ما بالضرورة يكون يعني شايقي ولا ماري فوراوي ولا كده، لا، الإثنيات ممكن تأخذ أشكال تانية. دي مجموعة اجتماعية بتفكر بنفس عقلية القبيلة تجاه الدولة. مش زمان قلت لكم الناس دي لما قعدوا في القرية رسلوا ناسهم مش عشان يجيبوا تبرعات ولا عشان يمشي يحنكوا وين وما أعرف شنو، يجيبوا الموارد لأنه ما فكروا بحقوقه وواجباته مؤسسية، وده حقنا مفروض يجينا وده واجبنا مفروض ندفعه، واجبنا برضو كنا بنزوخ منه. مش أنا كمزارع لما نيجوني في نهاية الهناية طبعا كانت جبايات ظالمة، لكن ما معناه إنه الضرائب دي تنتفي كله. مش الضرائب دي مفروض أنا كراعي ما أكون عندي يعني مراحي ألف أقوم أدسه كده وأقول له الله عندي 200. مش في يعني كانت برضو نحن كنا يعني جزء من الحاجات انه العلاقة العدائية بين المجتمع والدولة انا بقدر الامكان اخمش القدر البقدر اخمشه حسب سلطاتي حسب حاجاتي، وقدر ما اقدر ازوغ من واجباتي. مش كلنا كان عندنا الوعي ده بدرجات مختلفة، انا كل مرة حقول بدرجات مختلفة. مش يلا أعلى درجة كان شنو؟ أعلى درجة كانوا الوزراء والممكنين بيخمشوا أي حاجة، زي الكلام اللي قالوا هنا حليلك بتسرق سفنجة وملاية وغيرك بيسرق خروف الملاية، تصدق آخر بيسرق ولاية. دي الدرجات المختلفة، الناس دي كلهم سرقوا، لكن يعني السرقات حسب يعني كل ما زادت سلطاتك كل ما خمشتك بقت أكبر. مش لكن الحاجات دي جزورة قواسم المشتركة العقلية اللي بتمكن التصرف ده تجاه المال العام تجاه السلطة العامة تجاه كده. مش يلا دي يلا الناس دي لما ترجع لمؤسسات القبلية الجهوية عشان تحميها. هسي مثلا الناس دي مثلا لما تجي ليه بتلقى الناس الجايين من حتات معينة دائما في الخرطوم هم قاعدين مع بعض؟ لأنه الزول لما يجي من منطقته عشان يمشي المدرسة عشان يعمل له جنسية عشان يسافر عشان يتعالج عشان كده مؤسسات الدولة ما بيخش فيها بسهولة. مش لازم يخش فيها عن طريق الأهل، والله يا أخي الدكتور الكويس وين يسأل يودو له، والزول الممكن يطلع لك الجنسية وين، ده بتلقاه وسط بالعلاقات الاجتماعية الأهلية ولا نسميش الأهل يعني المهم القرابية. يلا عشان كده بيكون حريص انه لما نيجي يفتش ناس وين يقعد معهم، عشان كده بيكون حريص انه ناس وديل يكونوا متماسكين، عشان كده حريص انه ناس وديل يكون هم الماسكين السلطة. في زول ممكن يكون في برنامج وديل بيضر بالانتخابات بالمناسبة، وديل حاجة تانية بتخلينا نحن لو ما شكلنا الدولة اللي نحن بنقولها وخشينا بانتخابات في زول حيفوز بأهلها. مش في زول حتى ما بيسأل من برنامج وما بيسأل من عقلية بتاعتنا، بس ده مش أهلنا والله نديه، شفت له مش حي ما هو ده حيجيبنا، ما أنا لسه التربة قاعدة، ما عشان كده هنتج أنا تاني، ما إلا أنتج مؤتمر وطني، ممكن أنتج حزب تاني من الأحزاب بتاع قوة التغيير بنفس العقلية دي، ونبدأ نكبر لهم راسهم والله يتبرعوا، نكون نفس اللافتات البليدة دي قاعدة وأي نشاط والله إشراف ما أعرف شنو، نكون لنا درجات مختلفة من الآلهة. مش بنقلهم بنعبدهم عادين نكسر لهم تلج في ناس لما سجدوا لهم. مش يعني دي الكلام، يعني العقليات دي كلها تتغير كده لو حاجة دي حصلت. والقرية ديك بغض النظر عن أنا قاعد في دارفور ولا بور سودان ولا في كسلة ولا في المهم دمازين ولا في أي حتة في السودان، حقوقي بأخذها كمواطن بغض النظر عن أهلي منو ومنو من أهلي في السلطة ولا كده، حقوقي دي بتجيني بعد ذاك. أهلها والقبائلية والإثنية المضادة للوطنية بتنتفي بتتلاشى تدريجيا لأنه ما بيكون عنده معنى. هسي في المرحلة الحالية عنده معنى لأنه بتلقى حقوق وواجبات من انتمائك للمجموعة دي أكثر من انتمائك للدولة.
عشان كده وانت ذاتك لما تتحد، ودي واحدة من المخاطر، دي اتحادات اجتماعية بتكون ضد الدولة في كثير من الأحيان. ليه؟ لأن الدولة لما تكون شغالة ضد المجموعة دي، مثلا في أراضي كثيرة الزول الوزير القاعد هنا ده بيكون أخذ له عمولة من زول جاي من الخليج وبدي ألف فدان، كويس؟ ألف فدان من الحتة اللي هو أصلا ممكن يكون ما شافه، كويس؟ لكن عشان هو كان منتمي للمؤتمر الوطني جابوه وقالوا ممثل المنطقة ديك وما عارف شنو، وبقى بالهناية ده مثلا عمل الحاجة دي، مش الزول ده قلع الأراضي وقال والله أنا دفعتها، وهنا خلاص بيمشي يبدأ يستثمر يعمل له سور كبير، وما هو ما درس ولا استشار الناس ولا الاستثمار، ده أصلا ما بيعملوا كده، وده ما استثمار، ده في الإنجليزي بيقولوا land grabbing، خمش الأراضي، يعني ما استثمار أراضي وكده، أنت خمشت بس من الناس كانوا شغالين فيه. يلا ده بيبقى شنو الزول ده بيحصل له، اللي انت المزارع اللي كان قاعد داك ولا الراعي اللي كان بيجي يرعى في الحتة ديك، ودي أمثلة شفناها مثلا في النيل الأزرق، كنا بنعمل بحث، أدوا شركة أراضي كانت مسارات وكده، الشركة دي قامت قفلت وبقت تزرع، كويس؟ يلا المسارات اتقفلت، بقى في شنو؟ الرعاة بقى عدوهم الشنو؟ الناس الجزرع وديل، بقى العداوات دي بقوا شنو؟ بالليل بيمشوا يدخلوا بهائمهم شنو؟ لأنه عارف في إنه دخيله جشان حقهم، دي جزء من المقاومة، مش؟ يلا انت عارف اللي بيحصل شنو؟ الدولة بترسل بوليس، الدولة المفروض تحمي المواطن بيبقى يحمي المستثمر جاء اغتصب ارضه، وبتبقى الدولة في نظر المواطن داك عدوي، مش؟ اها انا لو بقى في عدو انا صليحي منه، الناس المفروض يتحالفوا معي. يلا دي بتكون جذور التمرد وجذور الحاجات، مش؟ يلا عشان نطفي النيران اللي نحن سببنا فيها بسياساتنا الخاطئة وبطمعنا في السلطة وبكسرنا للدولة، بننفق تاني 70% في الأمن وكده عشان نطفطف النيران، ودي ذاتها 70% دي ذاتها بتولع ذاتها، مش حتى ذات واحدة من الحاجات إنه عشان يمكنوا الجانب الأمني وكده أدوهم شركات خاصة، والجيش عنده شركات، ودي واحدة من المخاطر اللي نحن بنواجه فيها، إنه ديل ما بيبقوا مجرد موظفين بياخدوا مرتبات، بيبقوا عندهم مصلحة في الاقتصاد القائم ده، لأنه عندهم شركات ومحاجاتهم شغالة، عشان كده بيحموا، عشان كده لسه العقلية الوطنية ذاته ويحموا الوطن دي ذاته، نحن دايرين نغرسها في الناس ديل، مش في السلطات النظامية بدرجات متفاوتة. ده ما معناه إنه ما في ناس وطنيين وفي ناس الحاجات دي ما عجبهم وفي ناس حارقاهم الحاجة دي، لكن كمان ما ننسى إنه الشغل ده يا أخي زولتا أدوك شركة كاملة، زول كنت بتمشي الجنوب بتحارب وبتدمر الناس وبتستغل التريلات في إنك تقطع أشجار الجنوب، 40% من الغابات انتهت. ليه؟ لأنه كان شغال في ضابط شغال تجارة بتاعت أخشاب يودي الجنوب.